مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معكم رغد من قناة تفاصيل تيوب. حنحكي بفيديو اليوم عن داني من فريق أميغوس فوريفر أرابيك، وعشان تعرفوا كل هالتفاصيل كملوا الفيديو معي للآخر. داني هو أحد ممثلين قناة أميغوس فوريفر أرابيك، وبما إنه كتير طلب منكم إنه نعمل عن داني، في فيديو اليوم رح أحكي لكم عن داني وعن الأشياء اللي حابين تعرفوها عنه. مشان هيك خلوكم معي لآخر الفيديو. داني أوكراني الجنسية، مسيحي الديانة، وبيبلغ من العمر 14 سنة، وهو ما زال بيكمل دراسته في مدارس خاصة في أوكرانيا، وهو متفوق جدا بدراسته، فهو محبوب جدا من مدرسته ومعلمينه. بدايته في مجال التمثيل، داني كان يحب التمثيل من هو صغير، فكان يحب يمثل أي فيلم بيشوف، فهو كان موهوب بهالشي من هو صغير، وأهله لاحظوا عليه هالشي وقدروا يساعدوه وينموا موهبته، فأهله كانوا أول داعمين ومشجعين إله، فهم شجعوه بأنه يفوت في مجال التمثيل، وأول ما عرض عليه هالفرصة وافق مع تشجيع من أهله كبير. هو حاليا يعتبر ممثل مبدع ومحبوب في القناة، وهو أيضا محبوب من ممثلين القناة والجمهور، على الرغم من إنه داني ما بيظهر كتير في القناة، وهالشي أثار فضول جمهور قناة أميغوس فوريفر أرابيك وجمهور داني الخاص. فهل يا ترى داني في مشاكل بينه وبين القناة ولا لا؟ الجواب هو لا، داني ما في أي مشاكل بينه وبين القناة، بل بالعكس بيعتبر فريق عمل القناة عائلته الثانية، لكن هو بيحب ينسق بين حياته ودراسته والتمثيل لحتى يبدع في دوره، فما بيحب ياخد أي شيء يضغطه في يومه، بس مشان هيك ظهوره ضعيف في القناة. هل إيه؟ خلونا نحكي عن الأشياء اللي بيحبها داني. داني بيحب اللون الأحمر والأسود بشكل كبير، وبيحب المناظر الطبيعية أيضا بشكل كبير كتير، وبيحب تأمل وقت الغروب والشروق بشكل كبير، وبيحب أيضا الترتيب، فهو بيحب يكون مرتب بكل شيء بلبسه وبشعره وبأغراضه الخاصة. غير هيك داني بيحب الطعام بشكل كبير، وهو بيحب الموضة وبيتبعها، لكن بعد ما يشوف إنه هالستايل بيناسبه. وداني بيحب عائلته بشكل كبير، وبيحب تكوين الأصدقاء، فهو بيقدر يكون صداقات بشكل كبير. وسافا وإيفا وباقي الأعضاء بيحبوا داني بشكل كبير، وبيعتبروه من أكثر الممثلين اللي مبدعين في القناة. داني بيحب أيضا البحر والأنهار بشكل كبير. داني بيحب ياخد وقت خاص فيه لحتى يقدر يمارس الأشياء اللي بيحبها، وبيحب فصل الصيف أكتر من فصل الشتاء. حسابات داني. داني بيمتلك حساب على الإنستغرام، بيتابعوا على هالحساب 1820 متابع، وعدد المنشورات اللي مرفوعة 3، وصوره بشكل عام بتحصد على أكتر من 300 مشاهدة. داني ما بيحب ينشر حياته الخاصة على السوشيال ميديا بشكل كبير، بينشر أشياء بسيطة جداً. هيك بنكون انهينا هالفيديو لهذا اليوم. ما تنسوا تشاركوني رايكم بالتعليقات وتحكوا لي هل بتحبوا داني ولا لا، وشكرا لمشاهدتكم. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد.